أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن ميليشيات النظام الإيراني الطائفية تمارس القتل المنظم في أكثر من بلد. شدد المعلمي على أن الميليشيات الإيرانية تسببت في معاناة المدنيين في اليمن واضطراب المنطقة، مضيفا أن المملكة العربية السعودية تطالب بمحاسبة من يمارسون القتل بدم بارد في غزة وسوريا، بمساندة أفراد النظام الإيراني والذين يمارسون التحريض والقتل الفعلي المباشر عن طريق ميليشياتهم الطائفية في لبنان وسوريا.